وحول إعلان وزارة الداخلية إحباط عدد من الأعمال الإرهابية، معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد الدكتور أحمد الشهري. مساء الخير دكتور أحمد. إذن الداخلية البحرينية تعلن عن إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض على 116 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم واحد. حدثنا عن أهمية مثل هذا الكشف دكتور أحمد، الذي يثبت التدخلات المستمرة للنظام الإيراني في الشأن الداخلي البحريني. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أولا أتقدم بالتهنئة الكبيرة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا ورجال أمن على هذا الإنجاز الرائع المتمثل في إحباط مثل هذه العمليات الإرهابية التي تمس بأمن البحرين وبشعب البحرين وبمقدرات البحرين. الحقيقة أن مثل هذا العدد الذي يصل إلى 116 هو ليس هي عبارة عن كتيبة، وهذه المضبوطات من الأسلحة الثقيلة مثل الار بي جي ومثل كميات المتفجرات التي تصل إلى 42 كيلو من مادة التي ان تي المتفجرة والسي 4 والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والار بي جي. هذه الترسانة من الأسلحة لا يمتلكها أشخاص، حتى العصابات لا تمتلكها، وإنما لا يمتلكها إلا دول. ولذلك ثبت بالدليل القاطع أن هذا التمويل وهذا التسليح وهذا التخطيط وهذا الدعم المالي الضخم تقف وراه دولة، وهذه الدولة قد ثبتت بما لا يدع مجال للشك أنها نظام الملالي في إيران، الذي يسعى ليس لزعزعة الأمن في مملكة البحرين فحسب، وإنما أيضا سبقه في المملكة العربية السعودية وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، وهذا مشروع إيراني. لذلك هذا الإنجاز أنا أعتبره رسالة إلى من يخطط وإلى من يدعم وإلى من يمول، أن شعب البحرين والمواطن البحريني الذي يعتبر خطا أحمر وخطا مفصلي في الدفاع عن وطنه، أصبح هذه الرسالة يجب أن تصل إلى هؤلاء النظام الملالي الإرهابي، أنه أن مملكة البحرين ودول الخليج وكل والشعوب الآمنة أصبحت عصية على هذه العصابات. نعم دكتور أحمد، يعني بيان الداخلية هذا يقودنا إلى الحديث عن يقظة الأجهزة الأمنية في البحرين وقدرتها الكبيرة على حفظ الأمن والتصدي أيضا للتدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين. كيف تقيمون أهمية العمليات الاستباقية التي تقي المجتمع شرور الأعمال الإرهابية قبل ساعة الصفر، أي قبل حدوث هذه العمليات الإرهابية؟ الحقيقة هذا إنجاز رائع للقوات الأمن في البحرين، وقد أصبحت يعني على كفاءة عالية، وأصبح لديها خبرة وقاعدة معلومات وبيانات، وهذه الحقيقة هي التي أفادتنا في المملكة العربية السعودية في اجتثاث الإرهاب، وهو وجود قاعدة بيانات ومتابعة لهذه الأجهزة. أصبحت لديها القوات الأمن البحرينية، وأنا أهنئ هذه الأمن وعلى رأسها سمو وزير الداخلية على هذا الإنجاز، لأن هذه الحرفية وهذه المهنية سواء في العمليات الاستباقية مثل العملية التي تم إحباطها قبل فترة، وأيضا القبض السريع على الذين فجروا أنبوب النفط، الحقيقة هذه إنجازات يشاد بها، وإن دل على شيء فإنما يدل على المهنية وعلى الحرفية وعلى ما تتلقاه أجهزة الأمن في البلاد من دعم من حكومة صاحب الجلالة وسمو ولي عهده ووزير الداخلية. وهذا الحقيقة يعطي بعدا استراتيجيا لتوجه مملكة البحرين إلى الحفاظ على أمنها وعلى حفاظ مقدراتها، وأيضا يرسل رسالة لهؤلاء المخططون الذين لا يفتؤون ولن يتوانوا في مثل هذه الأمور، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل لحمة الوطن والشعب مع قيادته الرشيدة بإذن الله ستبوء هذه يعني هذه المخططات. شكرا جزيلا لك. الأوان لنقل هذه القضية إلى مجلس الأمن لمعاقبة إيران بعد أن ثبت بالدليل القاطع أنها هي من تقف وراء هذه الأعمال الإرهابية. نعم، من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد الدكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك.